بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحقق به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأبغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجببتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعتني بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرتني في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلان. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه، ووصفته بالوعظ والتبيان. ونظمته ببلاغة أزلية، تكييفها يخفى على الأذهان. وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه، من قبل خلق الخلق في أزماني. فالله ربي لم يزل متكلما، حقا إذا ما شاء ذو إحساني.
نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان. وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان. فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحان. فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهوان. أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آن. من قال إن حروفه مخلوقة فالعنه ثم اهجره كل أوان. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان. كن في أمورك كلها متوسقا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان. الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان.
سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. دن بالشريعة والكتاب كليهما، فكلاهما للدين واسقتان. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما.